اخيرا بقى احكي لنا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي واللي بيحصل والجمهور، وسمعنا ان الحمد لله ربنا كريم وثلاث ارباع الملعب كان لكل جمهور النادي الاهلي، سمعنا ان بكره رابطه النادي الاهلي عامله دخله قويه جدا، سمعنا ان الثالثه شمال بكره عاملين دخله قويه جدا، احكي لنا اللي بيحصل. التذاكر النادي الاهلي سولد اوت من اول ما اطرحت. ايوه جمهور النادي الاهلي بدا يدخل على التذاكر الثانيه. الحقيقه الجمهور هنا متعطش تماما لوجود النادي الاهلي واللقاء السوبر غدا. التمرين النهارده كان شارك فيه كل اللعيبه، كان في مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني وقال في كلام الحقيقه كلام مهم جدا جدا. قال ان انا عندي لعيبه كتير جدا ما كانوش معايا، عندي لعيبه جايه معنوياتها قليله، عندي حاجات كتير قوي محتاجه اظبطها، ولكن انا ما شفتش لعيبتي غير امبارح، سلمت عليهم واتمرنوا معايا تمرين خفيف، والنهارده مش هيتمرنوا اصلا لان بكره المباراه، ما لحقتش اعمل اي حاجه ولا يا جمال. ولكن خلينا نقول انه موسيماني يعني مش محتاج احفظ لعيبته. نعم. والازمه الكبيره يا كابتن اسلام انه انا التسعه اللي كانوا موجودين هنا هم التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، هتحط عليهم اليو ديانج وبيرسي تاو. يعني لو قررنا نقول تفاصيل تشكيل كده، هو طبعا اوقات كتير بيعمل تريكه بيطلع حد ويدخل حد، ولكن في الطبيعي انه التسعه اللي هنا مع بيرسي تاو واليو ديانج هم تشكيله الاهلي الاساسيه، يعني ما بتتغيرش. فالحقيقه كتر خيره وربنا يكون في عونه، تسعه لعيبه بقالهم اكتر من 23 يوم غايبين عنه ومش شايفينه، فالحقيقه صعب مباراه صعبه، وربنا يكون في عونه. وفريق الرجاء فريق مش قليل، حتى لو عنده غيابات وحتى لو بعض نجومه خرجوا للاحتراف، ولكن في الاخر هو الرجاء المغربي على طول عنده مجموعه من النجوم وعنده لعيبه بيقدروا، عنده محسن متولي، عنده عبد الله حفيظي، عنده لعيبه كتير قوي ممكن يغيروا نتائج مباريات. ولكن ان شاء الله الاهلي قادر على حسم اللقب غدا ويضيف بطوله جديده ويقترب بقى من، احنا بنقترب من ريال مدريد يعني ان شاء الله في الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه. اخيرا يا عويس عايز اقول لك الجماهير بالظبط، اتفضل. الجمهور رابطه مشجعي النادي الاهلي عاملين حضور جبار، عاملين دخله بقدم شرف حسام، عاملين حاجات مهمه جدا. اعتقد ان جمهور الاهلي مش محتاج بقى ان احنا نقوله على طول، الاهلي يعني مش في اي حته بيفرض جمهوره بيبقى موجود. وخلينا نقول انه كابتن اسلام في ماتش مصر وقطر، يعني جمهور مصر في الحقيقه ده حاجه عظيمه جدا. ماتش مصر وقطر الاهلي كان خسران، المنتخب مصر اسف كان خسران بطريقه دراماتيكيه جدا. المباراه الثانيه ماتش ثالث ورابع 30,000 موجودين في الملعب، الحقيقه ده ما بيحصلش غير من جمهور مصر. فالحقيقه جمهور الاهلي هو الاكثر عددا في اي حته في الخليج، هم هيبقوا موجودين بكره وهيقودوا التشجيع، وفي دخله وفي احتفالات كبيره جدا بعد نهايه المباراه. ان شاء الله نبقى معاكم بعد المباراه، وفريق العمل بتاعنا الرائع دكروري وكريم وعويضه وعويضه ربنا يكرمهم، يعني عاملين شغل الحقيقه ما بيناموش الحقيقه، ربنا يكرمهم. انا بس في الجبهه، انا في الجبهه الاخرى تبعيد شويه. ما بروحش ناحيه، لا انا الاوتيل اللي قدامهم على فكره، بس ما بروح لهمش لانه في تركيز وفي حاجات، فانا بعمل شغل. حلو جدا الكلام اللي انت بتقوله ده، لانه انا شايف، لان لما سالت كريم متواجد جوه البعثه، انت شايف الموضوع من بره ازاي؟ لا الموضوع في تركيز، في الناس حتى اعضاء مجلس الاداره اللي وصلوا اغلبهم قاعد في اوتيل بره بره، مش مع الاهلي في نفس الاوتيل اللي قاعدين فيه. فالحقيقه يعني ده جزء من تركيز الفرقه وجزء من اللي الكابتن محمود الخطيب بيفرضه على كل رحله للنادي الاهلي الحقيقه. تمام، اخيرا تحكيم بكره ان شاء الله كونغولي من الحكم نداله. كونغولي نداله، وفي طقم فار واسمه مش مريحني الحقيقه. لا نداله مش اسم، مش على مسمى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك. انه كمان انه الفار هنا ما بيعز، يعني ما فيش الفار بتاعنا، يعني ما فيش الفار اللي هو مش احتواء. ما فيش راح يا جات، لا ما عندهمش هنا راح يا جات. انت شفت الفار في البطوله العربيه ما بيهزرش يعني. عموما نتمنى يا رب ان احنا يا رب بكره ان شاء الله تكون البطوله السوبر القادمه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي وجمهوره يستحق الحقيقه هذه البطوله. لعيبه تعبت، اللعيبه جمهور النادي الاهلي في كل مكان زي ما انت قلت يا عويس، في كل مكان من في الخليج بالكامل الحقيقه هو الافضل والاكثر
عددا من اي حد تاني، وبالتالي ان شاء الله بكره ربنا يكرمهم ويفرحوا ويبقى يوم جميل على كل جمهور النادي الاهلي. انا بشكرك جدا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس، الحقيقه كلام مهم جدا جدا جدا.